المساهمة في هذه النقلة النوعية للشركة وتحقيق كل أهدافها. كافة الحاضرين عن شركة إيربوس، وأخص بالذكر السيد فابريس، هذه الاتفاقية وكذلك كل من ساعد في بناء، فإني أؤكد بكافة الحضور وخاصة شركائنا من لقد شكل سالون دو بورجي فضاء. هذايا كان ثمرة تعاون بين تونيسير تكنيكس والإيربوس، حتى باش تكون معناتها تونس هوب معناتها لتكوين التوانسة أولا وأيضا من كل الجنسيات الأخرى، خاصة الانفتاح على السوق العالمية الإفريقية والشرق الأوسط. هذا أكيد باش يحل أفاق جديدة لتونيسير تكنيكس، حتى تحسن من قدراتها خاصة من النوعية المهمة اللي موجودة بكثرة في العالم هي الإيربوس، وأيضا زاد ينفتح على الأسواق العالمية حتى تكون تونس قطبة للتكوين، قطب للتكوين لعديد المؤسسات والشركات. خصوصياته هو أنه يستعمل أحدث تقنيات للتكوين، معناتها حتى تكون معناتها عملية التكوين، نعرفوا عملية الصيانة وتكوين الطائرات تخضع لطرق معناتها دقيقة وعلمية. إذا معناتها هذايا باش يمكننا من تكوين تقريبا معناتها كل شهر ينجم يدخلوا من بين 20 و30 معناتها متكون جديد في المركز هذايا. وهالمركز هذايا الخاصيه نتاعو انه الفريد من نوعه، وانه معناتها موجود منه ما يظهر لي 3 مراكز في العالم معناتها فقط، وانه زاد باش يفتح باب اسواق خارجيه للمؤسسه، وانه زاد يفتح معناتها حتى انه تونسير تكنيكس تولي قادره على استقطاب معناتها طائرات من شركات عالميه. هو معناتها تقد الاستيعاب نتاعو مقبوله، هو اللي باش يكون معناتها بتبع باش تجينا طلبات من عديد المؤسسات. هو تقريبا معناتها ينجم يكون معناتها 30 في كل شهر، حسب ما نذكر 400,000 دينار هو كالبناء، ولكن كل التجهيزات نتاعو بالطبع جات في اطار اتفاقيه تم امضاءها سنه 2015 بين تونسير تكنيكس وإيربوس. هي عمليه التكوين معناتها انطلقت عندها من سنة 2015، ولكن كانت بالطبع في محلات أخرى بتقنيات أخرى. اليوم بإنجاز هذا المبنى المهم هو اللي باش يخلينا نخدمه معناتها باش نستعمله لسيميلاتور، ونستعمله معناتها التقنيات الحديثة للتكوين.